احنا تقول ما معنا الا ملعقه واحده والمطبخ مليء. افرض 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 عرفت كيف كذا. سعد ونواف ترى. ايه رد يا سعد نواف مشعل. خايف النص هيك كذا. النص خايف. الصحن ذا كبير مره هو يضيع. شد سمع وراضي. ويلي ويلا يا كرارة. خلنا شيل هذا عاد. دقيقة عاد أنت استمتع على مرة. واسع زين أنا. أنا أجيكم بالقماري. ترى الموضوع عندكم. والله. إيه. نبي في الجلي بغير احد. اوه لبه يا الو مع صدر. عيال عيال شوف 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 بناقي شوف شوف ابن ابو حلوى حلوى من ذا علمه. لا 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 هذا هذا لا يحدث كل يوم. انا بموت. هو عاد الرصه الحين اعطيها رصه برده. يا ويل اكرارها اكرارها عليكم يا بس جعل والله يلعب يا بناقي شراره دسمه صح. يا ولد يا ولد يا ولد يو ايش دني مبطن على الحمام يا ريجي. قبل ادخل قبل ادخل القناه بيوم ذاك اللي اخر ليله ابقى انا اخر اخر ظهر مع محمد السعود السبيعي قبلها عند عيال الديره مبطي. تعال يا نواف تعال. لبيه. عندي قدوة فوقي. شنو؟ يعني نواف ما عاد. نواف رص الفلفل. جيب جيب الغطاء ورص. نحار يا محمد حار. اوب 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 شو 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 هوبا هذا لا يحدث كل يوم. وين الملعقه؟ وين كنت اشلبها يا عيال؟ يا حبيبي ترى القلب بعدك سرح وان جرح جرح ما شفت مثل بديح. المحبة ترات تجر الموالي تجر الشجر وانت الارواح جرتها جرتها. حط واحدة في النص. يا حبيبي ترى يا دسم نواف عطني الليمون. نواف
داخل اعطي الاعداد وساعدوا العيال. وديه الاعداد؟ اي وديه ساعدوا العيال. خلاص خلوا هذا بقدر ادخله لحد يجي. خلاص استنى. لحد يسوي بزياره. يلا. هاكك. هاكك هاكك. ما انت يبون اقي بوجهك. زعد زعد. علا ظبطها ظبطها كل شيء. ايه 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 تبي تجيب الصحن ذا عدل. يلا. انا وداها ابو ناقي. ايوه. انت بدك تروح تدرك تبي تطلع. يا ولد يا ولد والله دراس. حلو. حلو. ايش رايكم في ورده يا شباب؟ يلا ابو مناح ايش رايك ورده؟ وين الباقي؟ اي والله الراس. على حسب شفكم. ولا كان والله بيجي مكان طلي. هذا طلبنا. ابشروا بساعدكم. تعش تعش يا عباد. والله انكم هناك. والله انكم هناك. كلها سوا. كلها سوا بس اني ودي بال العيال الباقي وين؟ ابو ناقي جا احد العيال الباقي من برا جا احد سمي يا ابو محمد ابو محمد سمي سمو سمو مرحبا مساء خليني اجيب العيال واجيكم صحن داي طبخ نواف هاي طبخك؟ لا طبخي اي لا طبخي القدر الثاني طبخي طيب يبغى يجي زايد يسوي كل شيء واخذ هناك ها من وجه يمشي هي بالرام عشان حتى تمرق يبي لهم رايق ليه ابو خشمان وين ابو نان ابو خشمان والله اني دعيت ما ريت الله تعال دورا عبد العزيز وخالد وينهم يا عبد عزوز اسمي خالد بيدو هذا انا اللي فارغ يا عيال مو كذا يعني تاخذون خلوهم اجلس ولا تمت والله انا فارغ عندكم بيبس كلكم؟ هذه تقول بس واحد انا فارغ هو صح تقييمك يا اسمي ابو ناقي تقول يهندس يهندس ترى الحمام عادي تعرش من البدايه ايش اشتغلت ولا ما اشتغلت؟ ايش انت اشتغلت؟ لا هو قد ناشر حكاكته الاولى هي الدواء الدسمه ناقي بيقعد على القدر لين بيخلص ولا تعال 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 ازدون ازدون فهمت؟ ترى معلومه يا زايد انا احب الرز خلاص خلاص بوزع بوزع عليهم انا هذه النثريه اي بس العيال ما احب هذا ازين رز بدك تاكل ناجح وهضمه سريع لا ما من هضم سريع لا العيال يحبون هليب من كذا سلطان لا الاجري مره ما يحبه لا زال وبكره بعطيه بدون تحيز محمد يتخانقون على يتحدون بعض الطبخ زايد انت قصدتها يا زايد رحت السودان قبل يومين السلام وجبتها وجيت عيونكم تعد يا ابو ابو خشمان تعنا حيات انت منهم بس حب بيبس وتعال موجود بيبس بيبس وايد طيب عندي انا زايد ها بيحترق زايد ها وش رايك اقدر اللي طبخته انا ولا اقدر اللي طبخته انت؟ لا انت تجحد عادل تدري نواف ايش سوى؟ قطع الليمون ولا قصر ما عندكم شيء وفيحان لو ابو ماضي ما وفيحان وانا شربت مرقه كلكم ما قصر الله وجهك يا ابو محمد وجهك
على طلبكم ولا كان والله بنحط مكانها طيب مثل اليمس. بيض الله وجيه كمال وجمال بيض الله وجيه ما سويت شيء يا ابو هرش. ودنا ننوعكم ودنا انكم تستانسون. لا لا شبعت استانست وجهك يا ابو هرش. محمد ارحل يا بيف زايد ولا دير صور. ها والله ختمنا كل شيء. ليمون قلت انا برامج زايد. اللهم لك الحمد. تبي بريه ولا تبي بريه؟ موجوده ابشر نجيبها من السودان. هذه غدت ابراهيم عادل هي. ودكم بليله شو اسمه ربيان وحركات تاكلون السمك؟ دايم لا دايم. السمك يقولون غالي يا ريجي. لا اصبر اصبروا كم مكانه؟ طبعا اي اسمك بتجيب المنتجه 4000 5 6 اجيبها مو اعتذر اعتذر انا ما اخذ قرض للشيء هذا. لا ما نبي ما نبي ما تعتذر احنا ما نبي. يلا جيبها نجيبها مو شو اسمه ذاك؟ دايم. اه ودك الكنترول. هي يافا عليك هذا الروقي تحداك الحمام ذاك يسمونه حمام. حمام من جانب سيء. ومن ناحية غايب نحسك. ويد ويد لا ابو مناحي الوضع اوكي ابو مناحي الوضع اهتم لي في عفان تكفى. ايه اهم شيء عفان 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 فك المكان جهد عفان ما عادت عن تثقة. ليه؟ اخوه اللي اصغر منه هو الجاي والله اللي جاي لي هو ذاك زعيم عمرك عن شب؟ ايه قال هذا الروبي عد راسي عفان قال والله على خاطري قال عفان حب راسي. قال لا 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 خالد الروقي عفان دز له دز له كلام قبل يحب راسه. احنا نقول الحق ما لا اقف في صف عفان. انا اقف في صف خالد. انا ما اقف في صف عفان. انا اقف مع الجميع. لا ولكن لا من ناحيتي انا من ناحيتي عفان حركة خالد الروقي دي والله انا احب خالد وقدر لكن حركة دي انت اللي بديت والله لا والله لا والله لا والله والله هذا تواضع منك ابو فهد. الله يطول عمرك ويسلمك. الله يطول عمرك ويسلمك. ما تكرم هذا راسه لو حطه على مطيبه ان العودي يغطي الجزيره العربيه كلها. الخطا مني انا. انت خبرني ما نبقى قصير لسان ولا غيره لكن خطا مني ما يجي منك اللي اعطيت ناس. اعطني لسانك يا قوسه. والله هذا خطا منا اللي خلينا تجلس مع بعض. قول اعطيت ناس قدر وقعدت تمزح معهم واضحك معهم واخليهم يمنون علي ولا انا ماني بعجزان اخلي حدود بيني وبينهم اجلدهم. لكن خطا مني انا اتحمل الخطا. انا اتحمل الخطا. انت شفت يا ابو سويد ان الكره انتفخت ولازم تقلصها. والله نبي هذا تصير ارقى العائلات. صحيح هذا برنامج واقعي. نعم حق واقعي. واقعي يسوي كذا رساله احترام التقدير والثقة بين الرياجيل يسوي كذا. لا لا خالد الروقي ما يسويها. الله يسامحك. تصير امين. الله يبيض وجهك. الله يسامحك. الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك. وش عندك تبي تهدد خالد الروقي يعني؟ جرحته جرحني ما دار النهجة. احسنت بيض الله وجهك. جرح بيض الله وجهك اللي على وقت النقد كنت كامل. انا اعوذ بالله. حتى هو يبي حبه راس. انا صار اليوم عايم 16 ما ادري جاني علم انكم مستلمين علم تهاوش مع بعض. ها تهاوش ما لكم محاور تهاوش مع بعض. الله يبلغ. يلا انا جيت كم يوم من ناحي والله انك اوقفكم من الموقف. غيرنا Thank you.
خش في حدك. اما انا والله جبت لي حلم يا ريجي، انا اقول علبه عادي. انت ما اعطيني بيبسي يا ريجي. حلم كم عندي خالد؟ حي حلم يروع، حلم يروع. لا تقوله سام يا ابو حلم مو بزين لنا كلنا. لا 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 عرفت. لا اكبر مصيبه، اكبر مصور عند اكبر. ترى الاحلام دائما تجي عكس يا رجال. الاحلام ما توقف لنا شهيمه وصوره. اي يا ابو محمد حتى اجمال اللي تحقوا ما ادري ايش اقول. الصبر يا رب محمد، الله ما شاء الله يحفظ ابيات الشعر ويحفظ كل شيء ما شاء الله تبارك الله. حتى اجمال تاكل من الحمام تسخف. انا احس انها هيك ميله بس اني ما اي لا تميله. الله لا يوفقك. وش ناقصها وش ناقصها؟ ابشر الله بساعدك. كان حلفت علي، كان حلفت علي، خربت ام السيناريو. والله ما تقوم، والله ما تقوم، اجلس. يلا بينا. ريا ما غير جالس. ابشر ساعتي براد؟ لا لا لما الشاي لا احد يقرب الا ريا. حسبت حساب لوسي يا والله ما احط كنت لوسي عشان تلقى عظام. لوسي لا اجي والقاك تذكرها على الجلسه ذبحتك. طيب شباب افضل وجبه اكلناها من المنتجع يعني والله ما خالف صدق. والله ما ابي هذه اشاده، اشاده من سلطان السمي. هذه سلطان السمي انزلها في السوق، انزلها اقول اشاده من النجم سلطان السمي. افضل وجبه انا مسؤول عن ذلك الحمد لله. اللي راح كله نعمه ولذيذ. ليه مع جواله هو؟ هو يقص اقدم محور. يا اخوي ما هو بس سنت اللي شاكو، حتى عبد الله الروق قال لي بيجيب في برنامج وجاي تصير طبه. قصدي انه يعني ايه لما طلع عبد الله الروق. لا انا ما هي بشهاده، ما هي بشهاده. انا خدمكم في العلوم الغالي، ما بشرب سعدكم والله. وجهك الرزق يستاهل. عزاني يوم سميتك ماني غلطان. شكرا والله بساعدك. اي والله احنا ما كسبنا متسابق، احنا كسبنا رجل. يا زايد عبد الرحمن رجل اعتمدحوني فرح هذا بحكم طيب الحين. يا زايد زايد والله ما تخلص الشيخ خلال علي خدمات. ترى خشمان يقول انا اللي مسمن زايد تقوم النص. ابو خشمان اشاد بالاسم وبيض الله وجهه نازاني بالشغل، لكن الفكره مبتكره قبله بشوي. عز الله انت ما صدقت فيها. تحطني طباخ وتقول ما صدقت فيها. عاد والله ما تصدق بعد. انت عشان يوم حطيتني طباخ. لا مو طباخ. لا والله ما هو طباخ. انت طباخ يا محمد. يا اخوي نمزح. انا ما اشتكت في عمري. يلا يجي والله ما عندي فيها. شركة محدودة على صحن. نعم. شركات الخارجية ما انا ارفع صوت المايك شوي. الناس يوم قالوا لك سلطان يقول لك نجم ما صدقوا. نجم الحق حقيقي نجم. انا سلطان اسمي نجم سكريبت اثنين. المشاركه مقتصره على عيسى حنا. رضا من رضا، طق راسه من طق راسه، مات من مات. سلامتك عشان ما تلوموني مو قلنا نجم الجمهور عدم طيري بس عشان ما تلوموني. سلطان بن حسين اسمي النجم من رضوان ونزل سكريبت اثنين. لو سلطان اسمي مو سكريبت اثنين ما كملت يا عيال. نجم الجمهور اعطى صرح له. هذا ما هو بنجم، هذا قمر. هل عندك مدي؟ انا مدح يا ولد مدحك احيانا يدخل في جدار، لكن لكن انت خليك كويس. بعلك زود. شكرا. شفت يوم يقول ايه؟ شفت يوم يقول السلام عليك ويقول بعلك زود؟ هذا انت القمر وحنا نجوم حولك. نعم الله عليك. هذه ممكن لك قلتها مع عمر هداف. هذه مدحه والله في العافيه. خالد عباس قوم خلوا المحور على صحن. حازم كيف الوضع معك؟ انعم الله عليك ابو محمد. العافيه كثر الله خيرك. العافيه كثر خيرك يا ابو محمد ويبيض وجهه. احد يقوم يا رجل والله ما تعينون مثلها. والله العلي العظيم اني ما شاء الله هذا لا يحدثك اليوم يا رجل. احد يقوم الله يبيض وجهه. عباس والله ما تقوم باقي في الصحن شيء. انت ابو ناحي وحاتم وفيحاء. فيحاء والله حذف ولا يزمن. يعني في الصياهد لقد يسنب معي فارس النسخة أبو فرح معي نجم الجمهور أبو ناقي. نعم نجم الجمهور الثاني الأول كذا أبو ناقي في كذا في المسيرة عصر.
رجل هو ما شاء الله عليه، هو نجم جمهور لكن حط في راسه المركز الاول. من هو؟ بونالدي. بتنافس مع نجم الجمهور ولا بتروح من ربع لينا؟ هو على المركز الاول وعلى نجم الجمهور كله. باخذ ثنتين. دام انا خبرك موجوده. الله يكون. اللي دائما سكريبت الافضل. احنا لا لا. دائما سكريبت الافضل تجي في ترى احيانا ترى تشيط ما تجي دائما سكريبت الافضل. دام موجوده. خلوها له مرحبا. مستحيل معه ملايين لكن ما معه انت. مستحيل. ابوه. ما في. انا كلها ما ادري غير اسمع معه ملايين لكن ما معه انت. معه ملايين لكن هذه هي. شو اقول انا؟ هذاك بس ممكن تسوي فخبه وضرب يمكن وتصدي وانت مجرب بس ممكن انا زايد بس هذاك من قال هو يقول ممكن هذا يقول ممكن هو يستشهد من نفسه انا اعطيك مشهدين انا اتكلمك بالقصيده من قالها قالها دائما هو نفسه بس انا ما يب علينا هو يعطيه يعلم العالم انا اعطيك مثالين النفس الشخص انت ايش تبي منها النفس الشخص اللي قالها استاهلها كلها ابو ماضي ابو ماضي ابو راقي وما القلب الا للمهار ابي اول وي وي استاهلها كلها انا بقول كلمتين انا مرخص لكم حتى شو اسمه سفير الوقف وذا مبي نعم سفير الوقف ابو خاش مالي عشان تكلم اكثر واحد الوقف لا معلق صوره كان في بلديه معلق صوره في المنطقه قشعت انا بس انا احس سفير الوقف عبد الرحمن خشمار يستاهل انا احس سفير راجي لا نجم المسرح نجم المسرح ابو خشمه اذا ما هو الاول جايز جايز نجم المسرح سيف الهادي ابو خشمه جايز ادون زمن تجور تسوق الاول والثاني والثالث هذا واحد منهم ابو خشمه المراكز الكبيره يستاهل اكثر واحد يقول قصيد دم فايدر واقف الحمد لله جنبوني عانه لا استشهد بشيء استشهد بس مو الحين تقول حمام لو في بيت الحمام ايه احمد شنو يحفظ تلمي الناس على الجمهور الشخص اللي عنده شعاني حمام من فوق النوام يقول انا ما عندي جمهور اخذ نجم الجمهور بالمعنى الشخص والله اللي قال طن ابو البي هو اللي بياخذها اما الجمهور اما الجمهور قام يحذف ال 100000 في سله المحذوفات والله كوف ابو ماضي تستاهل يا رجل ترى راكم لين مده ترى عقب العشاء وراكم لين بالدهر خاري يا دار انكرم يحط في المبخر وقيه هذا انا فحان ولد ما لحظه هي انت تعرف اللي انا غنيتها بطولات ومجاد ونواميس بالسرار خلقات باريه قوات باريه انا النجم استطاف عشان تروح براسك شفت شغلك يوم جينا قدها اول شيء تعال يجعل والله ما خلاص لا والله قد المغاسل وقد المغاسل قال انت شيك حنا بالتركيز يا قاري قراص اسمع قلت الحين قال انا حيفان بشور اقول لك بالصحه محمد راس حيفان قال هو خله يجري بس ابي غاص كنت بحب ابي براسك قال لا تحب راسك انا مسلم بيض حصل كان حاتم وريان واقفين معي عشان يحس بالذنب بحصل يا مش عاد تمشينا بيض الله وجهك كذمت ذمه يا ابو يا ابو محمد كذمت ذمتني صاد الله يبيض وجهك يا حبيبي ارجع ولدك في الجنه تعال والله في العافيه يا ابو منى تعال والله ما ياكل غيرك في ذمه اني صادق انا ما نقوم انت خلاص رجل ايش يقولون يقول ما نقوم لين تقوم يا ابو منى بيقومون باقي نجمع كلامك بس ما سمعت ايش قاعد يقول قاعد تهبد جمع كلامك برد عليك لا سمعت بس بطل الصوره ملكيه الصوره ملكيه خلينا نقرا ايش مكتوب كفو والله تقول هذا الكلام اللي على حق كل واحد يرى نجم جمهور لكن انا هادم اللذات انا هادم اللذات عينك انا ساعتي يوم محمد مناحي بس ما ادري متى محمد مناحي ما ادري انا بعلمك عينك سفيره هادم اللذات
أموت فيها شبه يوميا، وفي وسطها مرة من المرات قابلت عزرائيل شخصيا. الله الله تكفى اطلع. تكفى اطلع لك ان شاء الله حجة، ان شاء الله لازم صفر عداد. تكفر ذنبك. لا صفر عداد. حجة ان شاء الله. ليه؟ ليه مو حلوة؟ حلوة عيوني؟ والله ما هي بحلوة. ليه عباس؟ ليه؟ ها؟ الله يسعدك الله يسعدكم. شوشت. ها؟ اصيح عليكم. كذا كذا شوف هذا اللي تحت شوف. والله طبخ والله والله يا ابو والله محمد طبخ. انه شغله فنان والله يا ابو محمد. والله يا ابو محمد انك زينت لنا طبخة ملكية في ذمتي. بيض الله وجهك. من يوم جيت سكربت من واحد افضل اكثر اكل اليوم في ذمتي انه صادق. ما ادري عشان اول مره ناكل حمام من يوم جينا ولا ايش العين. ترى الحمام حمام دسومته زينه زين الرز. نواف لا تقعد عاده بالناقي مشرفين على الطبخ. ابو ناقي تهجم الصعده ريجي والله انهم رص. حط الرز. الله يستر خيرك يا محمد. جاي والله في جاي والله في انا ولا زاهد. كلكم شوف 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 حمام جديد جديد يمسك والله معانا كامل. ها ريال حاضر لو فكرك عاد الناقي خلاص حطها وده وده العمر خلنا نبدأ تعيش. خل يا رجلي ده ما. يو ربي لك الحمد. الحمد لله.
خلينا على الجاوية. ها 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 بس. وش وش؟ هلاو. ما أدري طال حق طالع. إيه بس أضحك. عادي أحب أضحك أنا. بقى وش بقى شيء؟